مساء الخير. كل الأنظار كانت متجهة باتجاه الصين، كل الأنظار نحو منتخب لبنان لكرة السلة طوال الأسبوع الماضي، منتخب لبنان يلي عم يخوض كأس آسيا المهم جدا على صعيد كرة السلة اللبنانية بشكل عام، مش بس على صعيد المنتخب، كيف لا والتأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 هو الهدف الأول كان لمنتخبنا من خلال تواجده بكأس آسيا. الأنظار أيضا رح تتجه بعد أيام قليلة إلى ماليزيا هالمرة، دائما بشرق آسيا إنما إلى منتخب لبنان للفوتسال يلي راح يخوض تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى كأس آسيا، أيضا تصفيات مهمة جدا لأنه كأس آسيا بالسنة المقبلة راح تكون مؤهلة إلى كأس العالم 2016 بكولومبيا. الأنظار أيضا إلى فريق آخر كان عم يرفع اسم لبنان، هو النادي الرياضي للسيدات يلي استضاف الدورة الدولية على كأس هشام الجرودي وكان عم يحرز اللقب داني. مستمرين سيدات النادي الرياضي بالتطور وبإحراز الألقاب الخارجية. بالفعل شرب المساء الخير. أول شيء أكيد كرة السلة اللبنانية عم تتطور كتير بالأخص عند السيدات بعد الألقاب اللي عم بيحرزها نادي الرياضة، بالإضافة رح نروح بعدين نشوف كأس النخبة كأس التحدي وأكيد بطولة لبنان آخر مرحلة من الدريفتينج جاتسكي، رح نشوف وقع جاتسكي بلبنان بالإضافة لأمور عديدة. يعني طبعا البداية رح تكون استثنائية الليلة مع الحدث الأهم والاستحقاق الأهم للرياضة اللبنانية وكرة السلة ومنتخب لبنان. منتخب لبنان لكرة السلة وصل إلى الصين بين مزدوجين جريح، العديد من الغيابات أبرزها كان للقائد فادي الخطيب أيضا علي محمود اللي رستم منه الموجودين، إنما هالمنتخب وبظل النقص يلي العدد يلي موجود بصفوفه كان عم يحقق نتائج إذا فيه يقول لافتة بمجموعته. بالمجموعة الرابعة يلي خاض فيها الدور الأول كان عم يقدر يفوز على تايبي وعم يفوز على كازاخستان وعم يخسر أمام قطر، إنما كان عم يتأهل للدور الثاني. الروح الإيطالية كانت عنوان منتخب لبنان ببطولة آسيا لكرة السلة يلي عم تستضيف الصين. بالدور الثاني ما كانت الأمور سهلة على منتخبنا وخصوصا أنه وقع بمجموعة معقدة بعض الشيء، يابان، الصين وكوريا الجنوبية، ثلاثة من عمالقة القارة يلي عم يتنافسوا على بطاقة التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو. كيف كانت الأمور وكيف كانت المهمة أمام رجال منتخب الأرس؟ مجموعة نارية وقع فيها منتخب لبنان بالدور الثاني ببطولة آسيا لكرة السلة. دائما بكرة السلة ودائما مع سلة اللبنانية سلة سيدات داني، يعني الأمر اللافت كان سيدات النادي الرياضي. ببداية الحلقة كنت عم أقول أنا أنه لقب خارجي، فينا نعتبره لقب خارجي وخصوصا أنه منتخب لبنان أو سيدات النادي الرياضي يلي هني بمعظمهم بمنتخب لبنان يلي ما شارك بكأس آسيا وانسحب من كأس آسيا للأسف بقرار غريب من الاتحاد اللبناني لكرة السلة، كان عم حقق إنجاز فيه يقول عنه خارجي لأنه واجه باناتينايكوس اليوناني العريق، بادل المقدوني، أثليت أسلوفيني، وكان عم يحرز اللقب من دون تلقي أي هزيمة. بالفعل شرب هلا ثلاث منتخبات أو ثلاث فرق إذا فينا نقول أوروبية معروفة على صعيد السلوى الأوروبي، لا شك إنه كرة السلة اللبنانية بالفترة الأخيرة طولت مع استخدام لاعبات والتدريبات المتواصلة لنادي الرياضي. البطولة كانت حلوة كتير، رح نروح لصور نشوف كيف كانت أبرز النتيجة بالمباراة النهائية. كافأت لاعبات الرياضة رئيس النادي هشام الجرودي بعد 25 سنة من العطاء والعمل لرفع شأن كرة السلة اللبنانية بالمحافل العربية والدولية ونشحت سيدات القلعة الصفراء بإضافة كاس جديد لخزائن النادي العريق، بس هالمرة الكاس كان إلها طعم مميز خصوصا أنه إجا بعد فوز اللبنانيات على ثلاث أندية أوروبية عريقة، هي باناثينايكوس اليوناني، أثلت سلجي السلوفيني، وبادل المقدوني. البطولة يلي حملت اسم رئيس المنارة توج فيها زملاء الكابتن ريبيكا عقل بعد الفوز بالمباراة النهائية على أثلت سلجي السلوفيني 75-71 بمباراة شهدت حشد جماهيري ضخم أكد على تطور كرة السلة النسائية واستقطابها نسبة كبيرة من عشاق اللعبة.
البطولة عوضت نوعا ما الغياب عن البطولات القارية وتحديدا كأس آسيا للسيدات بقرار مفاجئ من الاتحاد اللبناني للعبة يلي بدوره غاب عن حضور المباراة النهائية رغم الدعوات المتكررة من قبل المنظمين. إن شاء الله هالبطولة بتكون مثل ويك أب كول للاتحاد، تصير في دعم أكثر للسيدات ويصير في بلانز أكثر للفيوتشر كرمال يعملوا منتخب وينظموا يعني يحطوا بلانز مدروسة منيح. صحيح هالدورة كانت ودية لكن مستواها كان مرتفع وأثبتوا من خلال اللبنانيات أنه بإمكانهم يكونوا رقم صعب لو قدر لهم المشاركة بالعرس الأسيوي. أكيد نحن كان الهدف أنه نجيب فرق قوية نلعب ضده ونشوف مستوانا. الفرق كانوا أبطال ببلادهم، سو جبنا من أول فرق، ما بدنا نعمل كان دورة لو ليفل، سو الحمد لله قدرنا نربح وهذا شيء إنجاز للبنان كله عوض عن ما سافرنا على آسيا. دورة هي شغل نادي رياضي، شغل نادي يعني، وبطولة آسيا هي شغل اتحاد يعني ما بتعود أبداً عن غيابنا عن المنتخب، بس نفس الوقت تعطي خبرة للاعيب الصغار اللي بالفريق إنه اللي بعد ما شافوا شو يعني يلعب ضد فرق أوروبية وفرق أجنبية شو يعني يحتكوا مع ناس مش عرب. قاعة صائب سليم شهدت كرنفال سلوي تألق خلاله العديد من اللاعبات الأجنبيات تحديداً البوسنية ماريكا جايتش لاعبة أثلت سلجية اللي باتت على أعتاب الانتقال إلى الدور الأمريكي للمحترفات. هالدورة ما رح تكون الأخيرة من نوعها وعلى أمل أنه تتوسع رقعة الأندية الأوروبية المشاركة لتصير البطولة الدولية على الخارطة السلوية. إذن بريك أول بحلقتنا الليلة ومنعود بعدها لنتابع تي أل سبورتس. أيام قليلة على انطلاق الدوري اللبناني لكرة القدم، أيام قليلة على بداية الجد. طبعا البداية رح تكون مع الكأس السوبر اللبنانية ب30 الشهر الحالي، إنما قبلها الفرق كانت عم تنهي استعداداتها شبه رسمية إذا في يقول مع نهائي كأس النخبة ونهائي كأس التحدي. بداية صفحة كرة القدم اللبنانية رح تكون من نهائي كأس النخبة، العهد يلي عم بيصير بثبات نحو تأكيد جدارته من خلال تواجده كبطل لكرة القدم اللبنانية أو لبطولة لبنان لكرة القدم. العهد كان عم يعبر إلى المباراة النهائية على حساب النبشيد، بالمقابل الصفا يبدو أنه رح يعود. الصفا كان عم يحقق المفاجأة الأكبر بهالبطولة وعم يوصل إلى المباراة النهائية بفريق يعتمد على العناصر المحلية ومن دون تواجد فعلي للعنصر الأجنبي إذا فيه يقول باستثناء أديال بريشيوس مع مدربه الجديد أمين رستم. كيف كانت المباراة النهائية ولمين كان اللقب؟ نهائي النخبة هالموسم تميز بتزيين اللون الأصفر المباراة النهائية يلي استضافها ملعب بحمدون. العهد والصفا تواجهوا بإمكانات وتطلعات مختلفة، الأول بيحمل لقب الدوري وهو النادي الأكثر استقرارا على الصعيد المادي والإداري وهو بيطلع لتمثيل لبنان أسيويا هالموسم. أما أبناء وطال مصيطبة كانوا المفاجأة السارة بالبطولة، تخطوا تأخر انطلاق التحضيرات والمشاكل المالية اللي عصفت بالنادي ونجحوا بقيادة المدرب إميل رستم بإعادة صورة الفريق إلى لمعان بأداء مميز جدا ترفع له القبعة. العهد كان على العهد مع جماهيره، دخل المباراة بتشكيل نارية تقدم المحترف السوري عبد الرزاق الحسين ودنس إضافة للبرازيلي مايكون يلي يبدو أنه فترة إقامته مع الفريق قد انتهت، والفريق يلي بده يربح الألقاب بيلزم دكة بدلاء على أعلى مستوى، وهيدا يلي صار مع المدرب محمود حمود. فبعد انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافة بالتعادل السلبي وإلغاء هدف للاعب السوري عبد الرزاق الحسين، نجح البديل طارق العلي بإحراز هدف البطولة الخامسة للعهد بعد عرضية النجم أحمد زريق يلي تلقى تمريرة رائعة من البديل حسين عوضة. تشكيلة الصفا افتقدت للعنصر الأجنبي لكن اللبنانيين تميزوا بجميع المراكز خصوصا خط الدفاع يلي كان صد منيع بوجه هجمات العهد برغم غياب علي السعدي الموقوف. وعرين الصفا دايما بأمان مع وجود الحارس الدولي مهدي خليل يلي ما بيتحمل مسؤولية الهدف اليتيم يلي سجل باللقاء. خليل مستواه عم يتطور تدريجيا وأصبح من الضروري الاعتماد عليه بشكل أكبر مع المنتخب الوطني. وبرغم الخسارة خرج لاعبي الصفا رؤوس مرتفعة، أما جماهير فصبت غضبها على الحكم محمد درويش، حصل هرج ومرج فور نهاية المباراة. وبعد رفع كأس النخبة توجهت أعين بطل لبنان صوب كأس السوبر الأسبوع الحالي يلي حيجمعه مع بطل الكأس نادي طرابلس.
أول شيء المباراة أبدا ما كانت سهلة، وكانت بتليق أن تكون مباراة بطولة للأداء الكبير اللي قدمه نادي الصفا رغم التحضيرات المؤخرة، ونحن الحمد لله يعني كنا قد المسؤولية. المباراة النهائية هي بتنلعب تفاصيل صغيرة، هيدا اللي قالنا هي الحش حمود بين الشوطين، هدف واحد ممكن يحسم هيك لقاء، توفقنا بهدف طارق العلي، منا اللي بحاجة لأكثر. في لاعبين كثير أعمارهم صغيرة معنا بالفريق وأول مرة بيلعبوا، يمكن مفاجأة بعتبرها مفاجأة انه وصلوا للفينال. بالموسم الماضي كان شباب الساحل اخر الفرق يلي بدأت استعداداتها انما قدر يحصل على لقب كأس التحدي. بالموسم الحالي كان شباب الساحل مع مدربه الجديد موسى حجاج اول الفرق يلي بديت استعداداتها. هالامر كان واضح من خلال اداء الفريق بكأس التحدي وبلوغه المباراة النهائية مع نجمه كبير موسى الهداف المميز جدا. بالمقابل الاجتماعي الوافد الجديد الى دوري الاضواء او العائد الى دوري الاضواء كان ايضا عم يبرز بشكل كتير كبير وعم يبلغ المباراة النهائية على حساب الرسنج. التتويج بكأس التحدي للسنة الثانية على التوالي له طعم خاص عند أبناء المتن الجنوبي. أبناء الساحل دخلوا المباراة النهائية بمواجهة الاجتماعي على ملعب بحمدون وعين على اللقب لإهدائه لمدرب موسى حجاج. معشوق الجماهير النجموي نجح بفك النحس يلي لازمه كمدرب مع القلعة النبيذية، ونجح برفع الكأس الأولى له كمدرب مع شباب الساحل بعد ما أحرز العديد من الألقاب كلاعب. صحيح أنه الموسم الماضي النادي الأزرق أحرز اللقب برغم المشاكل الإدارية والفنية اللي عانى منها، إلا أنه الموسم اللقب كان له طعم مختلف بفعل الاستقرار الإداري والتحضيرات المبكرة يلي أتت بثمارة وانعكست فنيا على أرض الملعب، حيث أدى اللاعبين أسطن العلا والتزموا بتعليمات حجاج وقلبوا تأخرهم بهدف مهاجم الاجتماعي مصطفى كمال الدين بالدقيقة 34 إلى فوز كان بطل نجم الدورة موسى كبيرو. المهاجم النيجيري أثبت أنه كبير بأدائه وبأهدافه الحاسمة، سجل هاتريك بالدقائق 63-66-73 وأثبت صوابية حجاج بالتعاقد معه. كبير فرج موهبة تهديفية عالية جدا مع إحرازه 8 أهداف بأربع مباريات. أما الاجتماعي فقدم مجهود يشكر عليه، خصوصا أنه الفريق بدأ تحضيراته بشكل متأخر، هو عائد من مصاف أندية الدرجة الثانية، لكن مجموعة الشباب بالنادي مع الأجانب يلي قدموا مستوى ثابت وتحديدا المهاجم الغاني ديفيد بتبشر أنه الفريق عازم على تثبيت أقدامه بالدرجة الأولى. يبدو أنه لقب التحدي حيكون الأخير للساحل. الفريق ببشر بمستقبل واعد، هو قادر بقيادة المايسترو والتوليف المميزة اللي صنعها بالذهاب بعيدا بالدوري هالموسم ويسترجع الفريق مكانته بين أندية النخبة. عم نعلى شوي شوي، وصلنا لماتش لدقيقة 90 يعني الفريق كله بعده طالع طلوع، وإن شاء الله هي بداية تحضير لدوري، وإن شاء الله حنفوت على موسم من الفرق القوية. كان لي نظرة أنا بالسنة الماضية، شفت الفريق أخذ بطولة التحدي وتحديدا أنا كنت بالمباراة، ما كان مقنع، أخذ البطولة بس ما كان مقنع. اليوم عنده ثبات بالمستوى، حتى عندما يدخل مرمي هدف ما بيتأسى الفريق، بيبقى ثابت، بيبقى بنفس طريقة اللعب، نظام اللعب بالانضباط موجود وبيوصل على مرمى الخصم، بيبقى موضوع التوفيق. اليوم بالشوط الأول ما توفقنا، بالشوط الثاني توفقنا، سجلنا ثلاثة، أمر مهم جدا. عندنا العناصر الجيدة، عندنا اللاعبين الأجانب الجيدين، مبسوطين إنه وصلنا لهون. بنشوف حالنا وين مركزنا نحن بالدوري، مطلوب منا نثبت حالنا بس بالدرجة الأولى هالسنة، والسنة الجاية إن شاء الله خير. دائما مع كرة القدم اللبنانية ودائما مع المنتخبات الوطنية، يعني دائما عندما نتحدث عن المنتخبات بيكون لها خصوصية جدا بحلقة السبورتس داني. منتخب لبنان للفوتسال أيضا أمام مهمة غير سهلة بماليزيا للتأهل مجددا إلى كأس آسيا، ولو أنه المنتخب اللبناني صنف بالمركز الأول بهالزون وهو حامل اللقب قبل عامين. هلا كرة القدم بالأحرى الفوتسال معروفة على صعيد المحلي وعلى صعيد الأسيوي، شفنا بالسنوات الأخيرة قد ايه لبنان برز بهالبطولة بالذات كان على صعيد محلي أو أسيويا. أنت شربل رح تواكب المنتخب، رح تعرف أكثر شو توقعاته شو حاجاته، كيف المستويات الفرق درسين أكيد المنتخبات الأخرى اللي رح تواجه منتخب لبنان، لكن أنا بشوف لبنان عنده مستقبل كتير كبير بهالرياضة وأكيد العالمية ما كتير بعيدة. كاميرا تي إل سبورتس أيضا واكبت تحضيرات منتخب لبنان للفوتسال قبل سفره إلى ماليزيا بنهاية الأسبوع وعادت لنا بالتقرير التالي. لطالما اعتاد منتخب لبنان للفوتسال على الإنجازات الخارجية،
فهو توج بلقب بطولة غرب آسيا مرتين، وهو اللي بلغ الدور ربع النهائي لكأس آسيا بآخر 5 مشاركات له من أصل 8 كان أولها عام 2004. المنتخب اللي يعد واحد من نخبة المنتخبات الآسيوية وأحد أفضل 8 منتخبات بالقارة الصفراء رح يكون من 1 لـ 3 تشرين الأول على موعد جديد مع التصفيات المؤهلة لكأس آسيا اللي رح تقام بأوزبكستان السنة المقبلة، حيث رح يواجه منتخبات السعودية والبحرين والأردن ضمن المجموعة الأولى اللي وضع على رأسها بعد ما صنف بالمركز الأول على خلفية فوزه بالتصفيات الماضية اللي أقيمت قبل عامين. تصفيات مهمة للبنان بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، لكن منتخبنا اكتفى بـ3 أسابيع من التحضيرات من بعد ما بدأ الاتحاد الأسيوي من موعدها بشكل مفاجئ، الأمر اللي خربط كل حسابات المدرب الإسباني باكو أراوجو. بصراحة اللي بينتظرنا هو مغامرة حياة أموت، فالاتحاد الأسيوي بدل موعد البطولة من منتصف تشرين الثاني لمطلع تشرين الأول، والموسم المحلي كان بدأ من فترة قليلة وبالتالي ما كان عنا وقت لجمع اللاعبين، لكن بالتأكيد علينا تخطي هالأمر والعمل على خلق الكيميائية المطلوبة بين العناصر الموجودة معنا بشكل سريع، وخصوصا أنه كل منتخبات غرب آسيا رايحة على ماليزيا وهم الأول إسقاط لبنان عن عرشه. عام 2012 ما تمكن لبنان من بلوغ المونديال بفارق هدف واحد فقط، إنما من وقتها لهلأ رح جيل وصل جيل تاني عنده إصرار كبير للاستفادة من الخبرة اللي جمعها بالسنوات الأخيرة، وذلك لتعويض قصر فترة التحضير وعدم خوض المباريات الدولية مثل ما جرت العادة. بدأ بس شوية دعم من الاتحاد أو من حيالله حدا، لأنه كيف بدي أقولك إنه بدأ معسكرات، بدأ شغل، بدأ وقت مثلا يوقف الدوري، يعني لازم يتفضلنا بس شوي لنعمل نتيجة. كتير عم نتعب، عم نتمرن 4-3 ساعات بالنهار مينيموم، يعني عم بتكون كتير صعبة لنا، بس كتر خير الله الحمد لله رح نكون قد هالشغلة إن شاء الله رح نبيض وجه لبنان. منتخبنا ما رح يكون أمام مهمة سهلة أبدا بقاعة نيلاي اللي شهدت على إنجاز الفوز بلقب غرب آسيا قبل سنتين، فهو رح يلعب مع منتخبين مشغولين بالنسبة له، حيث غاب الأردن والبحرين عن التصفيات الماضية قبل ما تم إعادة بناء منتخباتهم بالوقت اللي كان لبنان واجه السعودية عام 2013 وخرج فائز بصعوبة بنتيجة 3-4 رغم أنه الأخضر سجل حضوره الأول أريا بوقتها. يمكن هلأ صرنا نفس اللعيبة، صرنا كذا سنين عم نسافر مع بعض مع هول الجداد اللي كتير موهوبين، إن شاء الله هالسنة بتصير مع شوية توفيق بنتأهل إن شاء الله كأس العالم. التمرينات كانت مدتها قصيرة مشان هيك تمرنا بكثافة أكتر والتعب زاد كتير علينا، بس إن شاء الله مثل ما كنا بطل غرب آسيا نحافظ على هذا اللقب لنا. كولومبيا عم بتنادي، هيدا هو الشعار اللي رح يرفعوه منتخب الفوتسال من كوالالمبور مطرح ما رح تبلش رحلة الألف ميل للتأهل للمونديال المقبل وتعويض خيبة دبي قبل 3 سنوات. إذن المدرب باكو أراوجو المدرب الإسباني كان اختار 14 لاعب لتمثيل لبنان بتصفيات كأس آسيا لحراسة المرمى حسين همداني وغادي أبي عائل، للدفاع محمد عثمان، أحمد خير الدين، علي الحمصي، أندري نادر، للأجنحة كريم أبو زيد وحسن زيتون، محمد قبيسي، مصطفى سرحان وعلي الميتي. أما بمركز الارتكاز علي تنيش، كامل الياس وعلي ظهر يلي دخل إلى التشكيله باللحظات الأخيرة بعد اعتذار نجم الجيش محمد أبو زيد عن الالتحاق بالمنتخب. المنتخب إذن رح يكون بالمجموعة الأولى أو على رأس المجموعة الأولى مع السعودية البحرين والأردن، بالمجموعة الثانية رح يكون موجود العراق قطر والإمارات، يتأهل إلى النهائيات طبعا صاحبي المركزين الأولين بكل مجموعة. كيف رح تكون مباريات منتخب لبنان بهالتصفيات الأسيوية؟ يوم الخميس لبنان رح يواجه الأردن الساعة 2 بتوقيت بيروت، يوم الجمعة بنفس التوقيت لبنان رح يلتقى مع البحرين، والسبت ساعة 2 أيضا لبنان رح يواجه السعودية بختام مبارياته. طبعا كل هالمباريات رح تشوفوها عبر TL Sports وبصور حصرية إن شاء الله منعود فيها لكم من العاصمة الماليزية كوالالمبور، على أمل أن تكون الصور مفرحة ويكون منتخب لبنان للفوتسال متأهل إلى كأس آسيا. يعني منتخبات كرة القدم دائما الشغل الشاغل للجميع، يمكن البعض بيعتبر أنه منتخبات الفئات العمرية ما بتحصل على اهتمام، إنما يلي حصل الأسبوع الماضي كان يفترض التوقف عنده مع فشل منتخب الناشئين بالتأهل إلى كأس آسيا.
قضية الأسبوع إذن رح تعالج ملف منتخب لبنان للناشئين يلي كنا وكبناه بحلقات سابقة من تي إل سبورتس ومباراتين الوديتين يلي خاضن مع منتخب سوريا بصور. الأمر اللافت كان النتائج المخيبة يلي حققها المنتخب اللبناني بهالتصفيات، خساراته الثلاثة من الخسارة الساحة أمام الهند بنتيجة 0-6. هالأمر ترك خيبة كبيرة بالشارع الرياضي، هالأمر طبعا خلى الكل يتحدث عن النتائج السيئة، تبادل الاتهامات كان كتير كبير، البعض حتى صوب على الصحافة أنه هي المسؤولة عن النتائج السيئة المحققة بكرة القدم اللبنانية، لكن دائما داني نحن من واجباتنا أنه نضوي على الأغلاط مثل ما منضوي دائما على الإنجازات. بالفعل شربل، هلأ منتخب لبنان للناشئين باللي صار معه بالفترة الأخيرة لازم يعرف شو عم بيواجه حاليا، لأنه إذا ما طلعنا شوي بالشباب اللي عنا ما فينا نطلع بمنتخب أول. أكيد خيرة من أبرز هاللاعبين رح ينتقلوا بفترة لاحقة أكيد مع تقدم أعمارهم للمنتخب الأول، على أمل أنه بركي بالمستقبل يكون لهم صورة أفضل. يعني كلام صحيح داني، منتخب الناشئين ومنتخب الشباب لازم يكون نواة للمنتخب الأول، كرمال هيك منتطلع عليه على أنه الأساس والركيزة للمستقبل. شو هي الأسباب يلي خلت منتخبنا ما يحقق النتائج المطلوبة، وشو هي الأسباب يلي تركت هالخيبة الكبيرة لمنتخب الناشئين؟ نتابع بقضية الأسبوع. شكلت منتخبات الفئات العمرية خزان بضخ المنتخب الأول باللاعبين مستقبلا، ومن هيدا المنطلق بتخصص الدول الرائدة كرويا عناية خاصة بلاعبين الناشئين لتهيئتهم بشكل مناسب لاستلام مشعل تمثيل الوطن من اللاعبين المخضرمين. وقع الفئات العمرية بلبنان ما بيسر العدو قبل الصديق، خصوصا أنه بلد الأرز بيمتلك خامات واعدة ومواهب رائعة، إلا أنه استغلال هالطاقات ما عم يتم بالشكل الصحيح. وتجربة منتخب لبنان للناشئين بتصفيات كأس آسيا تحت 16 سنة هي خير دليل. شباب المدرب غلام غادر عادوا أدراجهم من إيران بثلاث خسارات أمام البحرين 2-0 وأمام صاحب الضيافة 3-1، والطامة الكبرى كانت السقوط المذل أمام الهند 6-0. غلام غادر اعتبر أنه سبب الفشل بالبطولة هو قصر مدة التحضيرات. بالنهاية بدي أحكي ضميري، الاتحاد ضمن الفترة اللي أعطينا إياها التحضيرية أملنا كل شيء مطلوب، بس العتب أنه المفروض كانت الفترة التحضيرية تكون أوسع. يعني نحن تحضرنا من بداية شهر آخر شهر رمضان، يعني شهرين ونص فترة تحضيرية لتصفيات كأس آسيا بتسطور منا كافية. المنتخبات اللي قارعناها هناك كان لهم سنتين وثلاثة عم يتحضروا لهالتصفيات، أنه نحن أول منتخب يمكن بيحقق نتائج سلبية، بالعكس يعني يمكن كل المنتخبات اللي قبل للأسف كانت نتائج سلبية. نحن بدنا نفتش على السبب، ما بدنا نفتش على أشخاص نعلق عليهم هالشيء. سهام الانتقادات والاتهامات وجهت بشكل كثيف للجهاز الفني والإداري للمنتخب يلي اتهم باختيار اللاعبين وفق محسوبيات مناطقية بتراعي التوازنات داخل الاتحاد بعيدا عن إجراء أي تجارب عبر المحافظات لاختيار الأنسب. هالاتهامات أكيد باطلة، نحن عملنا تراي أوت بكل المناطق اللبنانية، البقاع وجنوب وشمال حتى بيروت، وانتقينا منتخب من كل منطقة. في عنا 3 لعيبة من الشمال، في 3 لعيبة من الجنوب، حتى من الجبل في ومن بيروت. كما أنه لم يتسنى للمدرب وجهازه الفني مشاهدة مباريات دور الناشئين لمراقبة اللاعبين واختيار الأنسب. المشكلة أنه نحن الاتحاد عيننا ب1-6، كانت بطولة الناشئين خالصة، بس لحقنا آخر ماتشين. كان في ماتش نجمة أنصار وفي النهائي كان بين الأنصار والعهد، يعني الحق ما علينا. يعني الموضوع أنه نحن أنت ما فيك تباشر عملك قبل ما تتعين، وما كنا عارفين أنه نتعين. آفة التزوير بأعمار اللاعبين وصلت لمنتخب الناشئين، حكي الكثير عن تغيير أعمار بعض اللاعبين من أجل المشاركة مع المنتخب، لكن جواب المدرب كان حاسم بالنفي. نحن رايحين على اتحاد الآسيوي، وهناك بهالأعمار بيعملوا فحص كثافة العظم، بيكشفوا إذا كان عندهم شك بلاعب معين، بيكشفوا إذا هو أكبر من العمر. أي لعيب نحن كنا شاكين فيه أو حاسين أنه منه من العمر كنا عم نعمل له فحص ونتأكد أنه موجود، وأكبر دليل أنه الحمد لله لعبتنا ضمن العمر أنه عملنا له فحوصات هناك، واللي طلبون يعني اللي شكوا فيهم الاتحاد الآسيوي، والحمد لله النتائج كانت مضبوطة. فشل المنتخب ما بيتحمله الجهاز الفني منفردا، بطولة الناشئين تقام بطريقة عشوائية من دون معايير فنية وبسرعة زمنية قياسية، وهالعامل غير صحي لبناء جيل متمرس باللعبة، لذا يجب إعادة النظر بهيكلية بطولات الفئات العمرية.
إذن للحديث أكثر وأكثر عن وضع منتخب الناشئين، عن وضع الفئات العمرية بشكل عام بلبنان، مين أفضل من سامي شو مدرب منتخب الفئات أو فرق الفئات العمرية بنادي الأنصار؟ على أمل نشوفه أكيد بالمنتخب. سامي من الأشخاص يلي سبق وحققوا الإنجازات على هذا الصعيد. سامي مساء الخير. مساء الخير لك وللجمهور اللبناني والمشاهدين. يعني أكيد تابعت منتخب لبنان للناشئين والنتائج يلي حققها. ببداية الأمر فينا نحكي عن الأسباب بالتفصيل، لكن أسباب أساسية كانت وراء هالسقوط الكبير لمنتخب لبنان. كل حدا كان عم يعطي أسباب سامي، يعني البعض قال الجهاز الفني، البعض قال عدم اهتمام من الاتحاد، والبعض قال لاعبين عندهم إمكانيات ضعيفة مقارنة بالمنتخبات الباقية اللي واجهناها. أنت كيف تشوف مسيرة منتخب لبنان للناشئين من وقت ما بلشت التحضيرات ببيروت إلى التصفيات يلي تلقينا فيها الهزائم الثقيلة جدا إذا فينا نعتبر؟ أستاذ شابل، نحن مستاهل أنه نحكي أو نوجه إتهامات للجهاز الفني أو الاتحاد اللبناني، بس مثل ما احترم حضرتك ذكرت أنه نحن بدنا نطول طريق للمنتخبات، أكيد واجبكم الصحفي نطوع هذا الموضوع، وواجبنا نحن الفني كمان نعطي رأينا المتواضع بهذا الموضوع. لو كنا بخبرة متواضعة إذا فينا نقول بالفئات العمرية من خلال نادي الأنصار، الحق على مين؟ الحق على الجميع. فيني أقول الحق على أكيد ببلش منا ليلحق الاتحاد اللبناني، ليلحق الإدارة الفنية لمنتخب المنتخب المشين أو المنتخبات ككل. نحن كنوادي وجبنا نحضر لاعبين نوجدهم على طريق صحيح أو مشيهم على طريق صحيح لحتى يكونوا نواة المنتخب اللبناني. بس للأسف في بعض الفرق اللبنانية غير مهتمة. أول خلينا نروح للنقطة سامي مباشرة، يعني مسألة التحضيرات قبل بداية التصفيات قبل ما نسافر. يعني لنقول شغلة، بس إنه نحن اليوم بس بدنا نجي نحط نعمل منتخب عنا تصفيات لازم يكون عنا تخطيط قبل الفترة، بده يكون عليلي نعطيهم وقتهم لهالجهاز الفني أو الإدارة الفنية إنه ينقوا لاعبين أو يحضروا اللاعبين. اليوم أنا بدي نقي منتخب، بدي نقي منتخب من خلال الدوري اللبناني للفئات العمرية. لما نلاقي إنه الجهاز الفني غير مطلع مش ككل، بس إنه كليا يعني فينا نقول إنه يعني عم تحكيني عن مسألة اختيار اللاعبين، اختيار لاعبين مكان موجود مكان موجود، هاي يعني لتنقية اللاعبين أو لحتى ياخذ لعيبة منتخب النواة للمنتخب اللبناني ما كان موجود بالجو. سامي بس توضح النقطة للمشاهدين، انعطى وقت كتير قصير ليحضر منتخب ولينقي منتخب. التحضيرات اكيد ما كانت كافيه بالمره انه تشتغل اليوم رايح انت على تصفيات منتخبات بتحضر تلعب على مدار السنه، لو خصوصا احنا في الفئات العمريه الموجوده عندنا، احنا بنلعب دوري بوقت كثير قصير وبترتاح كل السنه. يعني دوري الاشبال اذا فينا نحكي او الناشئين بيكون مدته 3 اشهر ماكسيموم، بيكون 7-8 فرق عمري او موجودين، ما عم يلعب هيدا اللاعب اللبناني ما عم يلعب على مدار السنه، عم يلعب فتره محدده او بينقطع كل الوقت ليرجع ينجمع ولحتى يجي يتحضر. اول شيء يعني بقول لك يعني انه لازم اللاعب اللبناني يكون عم يلعب طول السنه، عنده مطوش، عنده مباريات، دوري منه على مستوى عالي، فرق غير مهتمه، جهاز فني غير ملم، غير يعني ما كان عم يحضر المباريات، اتحاد لبناني غائب عن التخطيط او التخطيط المسبق لهيك بطولات، والغائب كمان داخليا اذا فينا نقول من خلال الدوريات المتواضعه اللي عم بتصير والاوقات القصيره اللي عم يلعبوها الاولاد. نحن سامي سؤال بس توضيحا، يعني بدي ارجع لنقطه سابقه انت تحدثت عنها، هي مسألة اختيار اللاعبين من أندية محددة من دون يعني ما يكون في سكاوتينج كبير على كل اللاعبين الفئات العمرية. يعني بنشوف عادة اختيار اللاعبين أوقات بمنتخبات الفئات العمرية بشكل عام عم بحكي بيكون من خلال التراي أوتس مش من خلال البطولة. فهون بدي أرجع لنقطة أربطها بمسألة البطولة، إلى أي مدى بطولات الفئات العمرية بلبنان هيكليتها صحيحة وإلى أي مدى عم تفيد المنتخبات الوطنية؟ لا هيكليتها منها كثير مضبوطه بشكل انه عم يلعب اللاعب اللبناني عم يلعب شهر او شهرين 3 اشهر عم بيحضر كفريق قبل بشهر، يعني عم يلعب 4 اشهر من خلال السنه. اكيد اول شغله منها مضبوطه. شغله ثانيه كيف عم بتصير التنقيه، يعني اليوم الجهاز الفني بعلاقاته مع الاجهزه الفنيه تاع الفرق بيطلب منها انه مين عندهم لاعبين مميزين
انه تبعثوهم لنشوفهم وبيصير في تراي اوت من خلال مباريات بين بعض. اليوم يمكن اللعيب يكون مميز بس يروح على التراي اوت يمكن ما يمكن مريض يمكن سهران يمكن ما مقدر حاله. ما فيك اليوم تحكم على لاعب من خلال تراي اوت او مباراه من نصف ساعه. طب ليه ما بيصير في سكاوتينج من قبل الجهاز الفني للمنتخب يعني بمباريات البطوله فئات عمريه؟ لا لك ليش؟ لانه بسبب غياب التخطيط المسبق. ما حكينا انه غياب التخطيط المسبق وانه نحن اليوم عندنا جهاز فني محترف او جهاز فني بدنا نقول منه محترف بجهاز فني طول السنه عم بيشتغل عارف حاله عنده بطولات عم بيحضر عم بيشتغل لو من خلال تجميع هذا المنتخب من خلال مرتين او ثلاث مرات من خلال المباراه خلال اسبوع لو كانوا عم يلعبوا ضمن فرقهم كنا نحن عم ناخذهم عم نشتغل عليهم. للاسف ما عم بيكون موجود. نحن بس يكون عندنا بطوله عم نحدد الجهاز الفني قبل باسبوع او اسبوعين او قبل شهر او شهرين خلينا نقول عشان يكون اكثر مصداقيه انه عمين خلال شهر او شهرين قبل البطوله. نحن عملنا اليوم عندنا بطوله نجي نحدد جهاز فني مطلوب من الجهاز الفني انه يجي يركب منتخب ويروح ينافس. يعني اليوم معلش انه انا بحط الحق على الجهاز الفني بشكل بسبب انه يمكن خلال قبوله لهذه المهمه او انت بتعرف اليوم اي مدرب فئات عمريه او مدرب لبناني بيطمح انه يكون مدرب لمنتخب بلاده ويمثل خير تمثيل بده يكون عنده وقت اكيد ليشتغل. يعني تنفرض عليك امراض امور انت خارج يعني ما تقدر له. لهالسبب التحضير ما كان مضبوط على شكل انه كان اليوم انه هو على مدار السنه عم بيراقب هول اللاعبين عم بيشوفهم بعدد مباريات عم بيشوفهم عم بيشوفهم اكثر من مناسبه. هيدا ما كان عم بيصير. اللاعبين اللي صار انه هو هذا اللاعب جابه لعنده هو عم بيختار له بوزيشن جديد عم بيلعبه بمحل هو حسب حاجته. اليوم انا في لعيب يمكن بيلعبوا عندي هافاك يمين لنقول على سبيل المثال انه بيلعبوا هافاك يمين يمكن مدرب بيجي له لا انا ما في انا عندي لاعبين مميزين بهذا البوزيشن هو مميز يمكن يلعبوا ارتكاز من خلال الحاجه تعيده. هيدي بتتطلب وقت خصوصا اللاعب الصغير اللي ما عنده خبره بده وقت لحتى يشتغل على حاله لحتى يحفظ المركز لحتى يحفظ السبب بنصير بنعمل مباريات وديه بنعمل تمارين لحتى يكتسب خبره ونعلمه انه كيف يوصل لاحسن صوره ويخدم المنتخب. كنت بدي اقول لك سامي هيدي الامور موجوده من زمان مانها شغله جديده. منتخب لبنان للناشئين عم يشترك بعدة دورات خارجية دورات تدريبية بلبنان أو برات لبنان. ما في هيكلية إذا ما في متابعة هالقد؟ صحيح ما في هيكلية. مفروض أنا برأيي متواضع أنه يكون في عنا مدرب محترف خاص بالفئات العمرية هو يشكل هيكلية للأجهزة الفنية يكون متابع وملم بكل الدوريات أو كل البطولات ويساعد الاتحاد اللبناني على إيجاد هيكلية للدوريات ودوري الفئات العمرية بشكل أنه هول الفئات أو هول اللاعبين يلعبوا على مدار السنة مباريات ونفرض نفس الوقت على الفرق أنه المشاركة أو الاهتمام أكثر بالفئات العمرية لأنه نعرف نحن الفئات العمرية هي أهم نواة للفريق الأول أو المنتخب الأول. اليوم إذا أنت ما عندك الفئات العمرية عم بيساعدوا الفرق الفئات العمرية ما عندك منتخب أول قوي. على سبيل المثال ما تروح بعيد يعني عندنا نحن سوريا وعندنا الأردن وعندنا دائما عندهم اهتمام بالأجهزة اهتمام بالفئات العمرية وبطولات الفئات العمرية ولهالسبب بنشوف أنه عنده تطور بالفريق الأول. ليه؟ لأنه اللعيب بيكون اكتسب خبرة من خلال المباريات ومن خلال الاحتكاك من خلال مسيرته الكروية إذا فينا نقول من هو صغير لا يوصل للفريق الأول بيكون اكتسب الخبرة الصحيحة حلقة متواصلة هي لخير تمثيل بالمنتخب الأول. اليوم بس بدك تجيب لعيب عمره 20 سنة منه محتك ما عنده لعب ما عنده أو ملعبين منه محتك بطولات خارجية بده يجي على يفوت على شو أكيد جو جديد ما عنده الخبرة الكافية لتمثيل منتخب. وهذا بقول قلت لك شغلة للتخطيط نحن عنا بالبلد ما فيه. أنا على سبيل المثال اليوم انسحبت القرعة للفئات العمرية أو بطولات الفئات العمرية لفئات الشباب وفئات الأشباب بس صعب لهلا ما عندنا موعد محدد لإقامة المباريات. اليوم أنا ما بعرف عندك أكيد
يعني شفنا المنتخب سامي عم يخوض مباراتين فقط. على كل حال انا بتشكر كثير مداخلتك معنا لليله، اكيد مداخله مثمره، ونحن الهدف دائما بنقول عندما نتحدث عن المنتخبات هو تصويب الامور، الاضاءه للاخطاء للمصلحه العامه، ابدا مش لمهاجمه حدا. وحتى يعني طبيعي تنكون منصفين سامي، ما بدنا نحمل الاتحاد اكثر ما بيحمله، بنعرف وضع الرياضه اللبنانيه بشكل عام. يعني حتى انا هوني في اقول انه الانديه ايضا بتتحمل مسؤوليه من خلال متابعتي عن كثب لكره القدم اللبنانيه، بعرف انه الاهتمام بالفئات العمريه دائما اقل من الفرق الرجال، وهذا امر مش مقبول. يعني حتى ببعض الفرق ما في مدرب للحراس على صعيد الفئات العمريه، وهذه يمكن مشكله تنسحب على حراس المرمى بلبنان بشكل عام. ما قدرنا نطلع حارس مميز من فتره كثير طويله. بتشكر اتصالك كثير سامي شوم على امل اللقاءات بحلقات ثانيه. بريك تاني مشاهدينا بحلقتنا الليلة، ومعود بعدها لنتابع بفقرات تي ال سبورتس. بصفحتنا المحلية رياضة المحلية رح نكون مع نشاطين كانوا عم بيصيروا بنهاية هالأسبوع، آخر مرحلة من بطولة لبنان للدريفتينج وجولة على المياه اللبنانية والجيتسكي. برياضتنا المحلية الأولى رح نكون مع المرحلة الأخيرة من بطولة لبنان للدريفتينج، جولة حلوة كتير، الشباب استعرضوا عضلاتهم كما يجب، وبننتقل لبيروت. قدم محمد بعلبكي أداء مميز بالمرحلة الخامسة الأخيرة من بطولة لبنان للانجراف ليسجل أول انتصار مميز لإله بساحة الشهداء ببيروت. فبعلبكي على BMW E36320i كان حل بالمركز الثالث بحدث ريد بول، وأنهى بعلبكي الجولة الأخيرة مع 393 نقطة أمام محمد حمود على BMW E30320i بفارق 3 نقاط. أما بالنسبة لبطل لبنان لعام 2015 للانجراف فادي بستاني على BMW E46330ci فأنهى المرحلة بالمركز الثالث وفاز بلقب الهواة نيكولا عبدو أمام الياس حشيمي وماريو كليعاني. واقع رياضة الجيتسكي بلبنان مأساوي إذا فينا نقول، بغض النظر القيمين بيقولوا إنه هالرياضة ناشطة وعم بتقدم المطلوب منها، لكن رح نشوف بهالصور وين كنا وشو عم بيصير. رياضة الجيتسكي هي من أجمل الرياضات المائية الحديثة على مستوى العالم، هالمنافسة ناشطة بقوة، إنما على الصعيد المحلي فبعدها بطور التقدم وبينتظرها المزيد بالسنوات اللاحقة. القيمين على هالرياضة راضين عما وصلت لإله هالمنافسة بعد مرور سنتين على إقامتها. يوم بعد يوم بطولة ورا بطولة، نحن هي تاني مرة بنعملها رسميا بطولة لبنان. هذيك السنة عملناها بمرحلة ثلاثة وكانت ناجحة، ولكن دائما لما بتبلش بينقصك وبتتعلم من اخطائك. الحقيقه انه هالسنه تقدمنا فشخه لقدام، طبعا كمان عم نبعث انذارات للعيبه اللي حيتاخروا لحتى يلتزموا بالاوقات، ليلتزموا بالقوانين تبعيتها، لانه ما بيكفي انه اللاعب يكون لعيب، لانه في لها قوانين معينه هي اللعبه، وهالشيء بينقصنا انه هل مشاركين ياخذوا هالقوانين. هلا في قسم كبير منه طبعا حاب يتعلموا، حاب ياخذوا كورسات بهالمواضيع، في لجان خاصه بتعلم، في حكام ومدربين حاب يجوا من برا، وحاب نخلي الشباب يشاركوا برا بعده نشاطات مما حاب يتعلموا شويه خبره وشويه تنظيم. لكن من جهة تانية المشاركين كان عندهم رأي مغاير نظرا لارتفاع كلفة هالرياضة، وكانوا عم يشوفوا انه طالما الامور سائرة بهالخط فما في افق للمستقبل. اول شيء هذه الرياضة كتير حلوة
نحن عم نطورها بلبنان تنشارك برا مع بقطر وبدبي. على تكلفة، في تكلفات حسب المكانات، يعني السبق بكلفك حسب المكنة، حسب اللغمة، حسب سبونسرشيب، يعني عم تحكي بال15 كيلو سعر الجيتسكي أول شيء، وبيلحق 5000 6000 بين لغمة وشراك وسبونسر وطلبهم من برا وشحن ومصاريف. على هون بلبنان ما كتير تتطور اللعبة، يعني كل مرة منتأخر ومش ماشيين على النظام، يعني ويعني عم نحط مصاري وما عم نستفيد بشيء، يعني عم نزل نتصلى ومنسوق ومنسابق بس هاي يعني. صحيح أنه ما حدا راضي، على كل الأحوال المستقبل رح يكون خير دليل لتقدم رياضة الجيتسكي أو زوالة. وصلنا لنهاية تيل سبورتس الليلة، والختام دائما بيكون مع لقطة الأسبوع والتاريخ يلي كان عم يكتبه روبرت ليفاندوفسكي بـ9 دقائق. إلى اللقاء. إلى اللقاء.